السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام عبر قناة الواقع الفضائية أو من خلال البث المباشر على اليوتيوب في العرض الأخير اللي بقى عندنا 4 عروض أخيرة إن شاء الله، هذا أحدهم، وبعدها نحتفل جميعا بعون الله سبحانه وتعالى بختام هذا البرنامج بكل حب أكيد، وهذه الكلمة لابد أن يكون وقعها مختلف، قدم الحب على الكل. حياكم الله باسمي واسمكم، ورحب بضيوفنا الدائمين ولجنة التحكيم الدائمة. من على يميني بداية وأقول له الحمد لله على سلامة عينك وما ترى باس، والحمد لله على سلامة وصولك من الكويت، وألف مبروك هالنجاحات، طغت النجاحات، لأنك طاغي بأخلاقك بتواضعك بعطائك بتربيتك الطيبة لكل من تواجه بهذه الابتسامة، اجعلها والله ما تفارقك. الحب خالد العجيري أبو وليد. يا بعد عين، أنت الحب وأنت الابتسامة وأنت النجومية والتواضع، أسعد الله مساكم متابعينا في قناة الواقع في برنامج سكربت، أمس عليكم الخير ومشتاق لكم. يا حبيبي وليد الله يحييك. أستاذ صنع من محيطها الكثير من النجاحات، وصل إلى مرحلة عميقة جدا وراقية جدا من النجاح، فأصبح ممن يصنع نجاحات غيره، وأحدهم زياد بن سعد الشيري بدعمه وكلامه المعنوي الدائم والأبد، الفاشل في التقييم أبو محمد على أمس. سلام. والله أنا بص، أنا النهاردة لما تفاجئت إن أنا يعني بنقرب على النهاية، كملنا شهرين وست أيام. أنا اتخضيت وزعلت وفرحت مع بعض، كم الأحاسيس عجيبة جدا. أولا فرحت ان احنا قطعنا شوط كويس، زعلت على ايام الحلوه اللي بتخلص. انا مستأنس ومستأنس معكم والله، وحابب ان ابقى موجود في حاجه حلوه انت فيها، واخي وصديقي وحبيبي واستاذي النجم خالد العجيرب فيها، جمهور الحبيب، مديرين القناه، الشباب، شيء عظيم، تجربه مهمه في حياتي، بصمة أعتز بيها إن أنا موجود في هذا البرنامج وهذا العمل العظيم. أنا بشكرك، وما زلت عند كلامي كله هاخد صفر. أحب الانتقاد. مشاهدينا الكرام، عندي عتب بسيط جدا على بعض الجمهور اللي يذكر وطلع هاشتاق البارحة يقولون معاك يا زياد الشهري. أنا تعبت جدا من هذا الكلام، معاك يا زياد الشهري، ولو مرة واحدة قلوا معانا زياد الشهري، تباهوا فيني مثل ما أنا دائما وأبدا متباهي فيكم. فإن كنتم معي أو أنا معاكم في النهاية أقولها هوى ومباشرة، زياد دائما بكم ومعكم في ازدياد. الله لا يحرم، انطلق للعرض الأول، توكلنا على الله. بسم الله. Yeah.